السعودية تفتح أبوابها لمشجعي كأس العالم من حاملي بطاقات هيا وهيا معي. حاملوا بطاقات هيا وبطاقات هيا معي 3+1 التي تتيح اصطحاب مرافقين 3. يستطيع أصحابها إصدار تأشيرة سياحية تمكنهم من الاستمتاع بالتجارب والوجهات السياحية قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام. أيضا هذه البطاقات يستطيعون من خلالها البقاء في السعودية لمدة 60 يوما. حاملو هذه البطاقات يحصلون على تأشيرة دخول متعددة إلى السعودية مجانا دون الحاجة لدفع أي مبلغ مالي. فكرة جيدة جدا، أولا سبورت الكأس العالم، وثانيا دعم للإخوة العرب أنهم يتعرفوا على المملكة العربية السعودية، وممكن من خلال البطاقة دي يجي ممكن أكتر من مرة. فرصة رائعة تتيح له أنه كمان يتمتع بموسم الرياض وياخد فكرة جيدة عن المملكة العربية السعودية. هذا القرار يساعد في ترويج للسياحة السعودية، واللي يكون يعني ذاهب لقطر للمشاركة في كأس العالم كمتفرج ولا كمشجع يستطيع الدخول للسعودية وأخذ قسط من السياحة المتوفرة هنا، يعني شيء جميل. أكثر من 2300 رحلة جوية ستوفرها 5 مطارات دولية، وهي مطارات الرياض وجدة والدمام بالإضافة إلى المدينة المنورة والقصيم للراغبين بحضور مباريات كأس العالم. هذه الرحلات ستوفر أكثر من 636,000 سعة مقعدية. مطار الملك خالد في الرياض الذي نحن فيه الآن افتتح صالتين دوليتين 3 و4 بعد تجديدهما بالكامل لاستقبال مشجعي كأس العالم والرحلات الترددية المتوجهة إلى قطر. أيضا المطارات الأخرى شهدت تجهيزات خاصة لاستقبال مشجعي كأس العالم والزوار القادمين إلى السعودية. هؤلاء السياح لن يكونوا في حيرة من أمرهم عندما تطأ أقدامهم أرض السعودية. منصة حاضرين ستوفر لهم المعلومات حول الوجهات السياحية والفعاليات المتنوعة. أيضا هذه المنصة تقدم الدعم في حالة وجود أي استفسارات أو حالة طارئة بالنسبة للمشجعين، فقط عليهم زيارة موقع hereforyou.sa. المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 هو الآخر يقدم الدعم للزوار ومشجعي كأس العالم على مدار الساعة. عبد الرحمن العصيمي من مدينة الرياض العربية.